يلا بقى يا سعيد، يلا يا اخويا، حرام عليك تعذبني اكتر من كده. ده انا نفسي في حته عيل منك. يوليا اهدي، انت مش بعتيش ما زهقتيش؟ يوه، ده حكم ربنا، احنا هنعترض؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. سامحها يا رب، سامحها. هي مش فاهمه حاجه، مش فاهمه حاجه. ماليش دعوه، انا زهقت، لازم تشوف لك صرفه في الحكايه دي. يا اخي انت حاطط ايدك في الميه البارده وسايبني انا مولعه، عماله اجري على دكاتره اشكال والوان واعمل في تحاليل، وانت ولا همك. انت كل اللي شاطر فيه انك تسحب فلوس وبس. يوه، انت ما فيش حبوب غير الاسطوانه المشروخه دي؟ ما خلاص الدكاتره قالوا ان انت كويسه، والتحاليل قالت ان انت زي الفل، وانا كمان قالوا ان انا جامد جدا ما فيهاش اي مشكله. يبقى خلاص نرضى بنصيبنا بقى وبقدرنا. وانا روح قلبي، وانا يعني انا شغال وانا قصرت في حاجه؟ يبقى خلاص احنا نعمل اللي علينا ونسيب الباقي على ربنا بقى. طب بقول لك ايه، ما تيجي نسافر امريكا ولا اوروبا، نعمل تحاليل هناك، واذا كان على المصاريف ما يهمكش سيبها عليا انا. مصاريف ايه وزفت ايه؟ هي الحكايه حكايه فلوس؟ ايه الافلام الغم اللي انت عايشاني فيها كل يوم دي؟ قومت في التلفزيون، قومت في التلفزيون، كفايه عليا انت. ساتر، فلوس فلوس، ايه العالم اللي بتفكر في الماده وبس ده؟ الدكاترة كلهم طلعوا مالهمش في الشغلانة، ها في البلالة يعني. بقولك ايه، ما تسيبك بقى من الموضوع ده، ما تفكريش فيه. وانت مش مبسوطة معايا؟ انا مش مريحك ولا ايه؟ اللي قولي يا سعيد، هو ليه كل ما اقولك تعالى نروح للدكتور تتهرب مني وتروح لوحدك؟ انا اللي عايز اعرف بقى، انت ليه كل شوية بتعايريني بالفلوس اللي باخدها منك عشان الدكاترة والتحاليل؟ ما انت عارف ان انا عارف ان انا مطرب افراح على قد حالي، بس ان شاء الله ان شاء الله لما البلية تلعب والفلوس تجري في ايدي زي الرز هرجع لك كل مليم خدته مني. الاجندة معايا ومسجل فيها كل حاجة. انا ما بعايركش يا سعيد، انا بنت ناس وانت عارف اصلي كويس قوي. انا بس اللي عايزة ابقى ام، نفسي اخلف. حرام عليك، ده انا بولد في نسوان اشكال والوان، يعني بتحرق في اليوم 20 مره. احس بالنار اللي جوايا يا اخي،
نفسي الحق اخلف، خايفه من سن الياس. وبعدين بقول لك ايه، انا كده كده هخلف وباي طريقه. يا وليه يا وليه، انت اتلحست في مخك ولا ايه؟ ولا في ذاتك ضربت؟ يعني ايه تخلف باي طريقه؟ انا مش فاهم يعني ايه الكلام ده، وانا راس فجله في البيت ده ولا ايه؟ معرفش بقى، اهو اتصرف وخلاص. اتصرف؟ اتصرف ازاي ان شاء الله؟ بقى انا اللي بقول الموال، ومراتي تعمل عليا موال وسيكه كمان، يا ريت نهوان دي بقت ليله سودة. اه ما تقول كده بقى، ان انت العيب فيك وانت اللي مش عايز تقول. العيب فيا؟ طب انا هسيب لك البيت واغور من وشك، ده حاجه تعرف. انا العيب فيا؟ ماشي يا سعيد، ماشي يا سعيد، بس انا ربنا هيرضيني، قادر على كل شيء. يعني ايه تخلف بطريقتها؟ يعني حاجه غريبه قوي. وحشتيني يا ماما، اتفضلي. صوتك جايب الشقه تحت. سعيد خالد بيبرطم شويه راجل سته، تتخلطوا تاني؟ تاني؟ قولي مليون. غايته تعالي اقعدي. مش هينفع. في حاله مستعجله تحت. القرن طش والميه نزلت من نص ساعه. والبنت دي حكايتها ايه؟ شكلك كان يجنن في التلفزيون. معلش يا حبيبتي، انا ما قدرتش احضر حفله التكريم، بس كان عندي بضاعه مهمه قوي لازم استلمها بنفسي. معذور يا بيبي، شغلك كتير. بس ما فيش اي حاجه في الدنيا ممكن تشغلني عنك. واو، يجنن. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. شيك قوي يا بيبي. ودلوقتي يا ست الملازم، مش وقته بقى نودع نص اكليل؟ يا حبيبتي احنا بقالنا كتير قوي نعرف بعض، وانا مخطوبين بقالنا سنتين، ما فاضلش غير اكليل. شكلك كده عاوز تبطل تحبني. وبعدين مش مكفيك نص اكليل بحاله؟ انت طماع. يا حبيبتي انا مش ممكن ابطل احبك طول عمري. بس يا استاذ انت ناسي ان انا باللبس الرسمي وفي مكان عام. اعمل لك ايه؟ قلت لك اروح اغير هدومي واجي لك، ما رضيتش. استحمل بقى. شكلك تجنني باللبس الرسمي. انا مش قادر استحمل، وعايز احدد ميعاد الفرح مع باباكي. زي ما تحب. وكمان عايز ابلغ بابا وماما. هتصوري انا النهارده مثلا مش عارف هما في انهي بلد، كل يوم في حته، يوم في اليابان، يوم في بلجيكا، يوم في جنوب افريقيا. تجاره الماس والالماس دي صعبه قوي يا حبيبتي. وماما صعبان عليا قوي، دايخه ورا في كل حته. مش سالوا جوحة بلدك فين؟ قالهم اللي فيها مراتي. بس على فكره نظام باباك ده ما ينفعش تعمله معايا خالص، مش هينفع تخليني الف وراك، انت عارف نظام شغلي يعني. على فكره يا بيبي، في ضابط زميلي اسمه محمد عثمان عاوز يجي لك المحل هو وعروسته عشان ينقوا الشبكه، بس انا عاوزاك تعمل معاهم واجب كويس. تأمريني يا حبيبتي، هعمل معاه واجب كويس جدا كمان، مش هاخد منه مصنعيه يا ستي، وهديله بضاعه ممتازه. الله، بعدين تعالي هنا، انت عماله تساعدي الناس عشان تتجوز، ومش عايزه تساعدينا احنا؟ ما خلاص، مش اتفقنا تروح تقابل بابا وتحدد معاه الميعاد؟ عايزينك تقدم لنا استجواب عن طريق التراب اللي في البلد دي، في الشتاء بيبقى رعب. دي مش محتاجه استجواب، دي محتاجه قاعده مع المحافظ ووزير النقل باذن الله. والنبي يا شاكر بيه، ده طلب تعيين لبنتي في البترول، هي معاها دبلوم تجاره. البترول حته واحده. عموما هحاول، بس ما اوعدكش لان شغل الحكومه بقى صعب قوي اليومين دول. عن اذنكم يا رجاله، لان عندي بكره استجواب مهم جدا في مصر لازم اروح، وفي نفس الوقت عندي مشاوير كتير اخلص طلبات الدايره كلها. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته يا شباب. الحمد لله على سلامتك يا اختي، بس انت ضعيفه قوي يا فاطمه. ايه يا فاطمه؟ تعبانه؟ حاسه بحاجه؟ فاطمه؟ لا ابدا، بس سرحت شويه. الا قولي لي يا حبيبتي، هو النبي حرصه ابوه راح فين؟ ما جاش معاكي يعني؟ عليك ايه فاطمه؟ كفر الله الشرق ليه؟ فقالت حاجه تزعلك؟ لا ابدا، بس داست على الجرح جامد. جرح ايه اللي دوست عليه يا اختي؟ لا بقول لك اتكلمي معايا دغري. ها في ايه؟ بس وحياتك
وحياتك ما تجيبي سيره لحد. عيب يا اختي سر كبير. قولي يا حبيبتي احنا ستات زي بعض وستر وغاض على بعض برضو. قولي. الله يسامح ابوه فرش لي البحر طحين حب وغزل وعشمني بالجواز، وانا سلمت له نفسي في لحظه ضعف. بعدها قال لي انه هيسافر الخليج 6 أشهر ويرجع يكتب عليا. بطني كبرت، رحت لوحدي عشان انزل اللي في بطني، ما رضيتش، حاولت اسقط نفسي ما عرفتش. زي ما يكون ربنا رايد انه يجي الدنيا علشان افضل متعذبه وشايله ذنبه طول عمري. اهدي اهدي. طب والعمل ايه دلوقتي؟ انا كان هين عليا قبل ما تدخله اكتم نفسي واخنقه واخلص من الفضيحه. نهارك اسود. لا طبعا. فاطمه، هو اهلك فين؟ انا مقطوعه من شجره، بشتغل في محل ملابس في شارع فؤاد. حرام عليكي، عايزه تقتلي طفل بريء عشان عملتك المهببه بتاعتك انت وابوه؟ ابوس ايدك ابوس ايدك، خلصيني منه قبل ما اتعلق بيه اكتر من كده. بقولك يا فاطمه، هو النبي حارسه ابوه اسمه ايه؟ اسمه اشرف بركات، كان بيشتغل في شركه قطاع خاص في ميدان التحرير. ما تشغليش بالك يا حبيبتي، كل حاجه وليها حل. انت بكره هتتكلي على الله وانا هتصرف. الهي ستوريك يا ست أليفة، انا مش هنسى جميلك ده ابدا. جميل ايه؟ ما تقوليش كده، الناس لبعضيها برضو. بقولك يا فاطمه، هو انت اسمك بالكامل ايه؟ اسمي فاطمه بيومي السروجي، وساكنه وراكو هنا في حاره المدق. عشت الاسامي يا اختي، انت عارفه برضو الاحتياط واجب. انت تنامي وترتاحي والصباح رباح ان شاء الله. قولي لي يا مرو، ليه كل واحده بتيجي تولد تساليها عن اسمها واسم جوزها؟ لا مش كل واحده، انا بسال الستات اللي ظروفهم عاملين زي اللي نايمه جوه دي. يا اختي محدش ضامن الظروف والدنيا يحصل فيها ايه، او على الاقل بقى عارفين راسنا من رجلينا. طب بقول لك ايه بقى، خلينا في المهم. في واحده هي وجوزها بقالهم اسبوعين بيحفوا عايزين حته عيل، ومش فارق معاهم ولد بنت. يا حرام، بقالهم 17 سنه متجوزين وما جابوش حته عيل. وانا مش فاهمه يا اختي العيال شح عليه، شكل النسوان اياهم بطلوا يحبلوا. يو افتكرت عندي مكالمه مهمه لازم اعملها. التليفون فين؟ على الترابيزه، خليه في جيبك، ده عليه ارقام ناس مهمه بيقولوا بيجيب امراض وحشه. الو، مساء الخير يا سعاده الباشا، زي حضرتك. انا اليف، اليف اللي بشتغل في مستشفى الدكتور شريف. ازاي حضرتك؟ على فكره بقى، طلبه تجهز عندي طبعا، والشهاده اللي هنطلع بيها شهاده الميلاد. لا السعر هيزيد يا باشا، ده حته واد عامل زي القشطه، ده يجن. وحضرتك بقى مالك بابوه ولا بامه؟ حضرتك ليك العيل وشهاده الميلاد تكون مختومه من المستشفى. ماشي اتفقنا، خلاص مع الف سلامه. مع السلامه يا باشا. انت بتكتبي ايه؟ اسم ابوهم. يا دي النيله، شوفي الست اللي جوه لحسن تخنق ابنها ولا تموته. تخشي. يمكن لو جيت في ظروف تانية ما كنتش اضحي بيك، بس هقول للناس ايه؟ جبتك منين؟ طب لو عزلت في مكان تاني هعمل لك شهادة ميلاد باسم ابوك ازاي؟ مش يمكن اقابلك بعد كده؟ بس لا انت هتعرفني ولا انا هعرفك، لكن ساعتها يمكن احساسي بيك يدلني عليك. سامحني يا ابني، سامحني. يلا يا فاطمه، يلا يا حبيبتي، اكلي ابنك عشان اخده ينام في السرير لوحده. عشان يا اختي وانتي نايمه تتقلبي كده ولا كده تفطسيه. ما تخافيش يا ست مروه، مش هموته، خليه يبات في حضني النهارده لحد الصبح. يا عالم هشوفه تاني ولا لا؟ ماشي يا حبيبتي، تصبح على خير.
ما نمتش ليه يا اخويا الحاج دلوقتي؟ كفالة الشر. الآن على الواد فريد قوي. ماله فريد؟ ما هو كان زي الفل وهو هنا من كام يوم. انت عارف حاجه مخبيه عليا؟ لا قال لي حاجتين كده في وسط الكلام ما عجبونيش. في ايه؟ قلقتني على ابني. لما جبت له سيره الجواز قال لي انا ما بفكرش في الموضوع ده دلوقتي، انا لسه عايز اتثبت الاول في الجرنان علشان ابتدي افكر في موضوع زي ده. وايه الحاجه التانية اللي محيراك؟ سالني على عمته قريفه. وقلت له ايه؟ قلت له ما اعرفش عنها اي حاجه، لا مكانها ولا عمري تخيلت هي فين من يوم ما مشت مع الواد الصايع المطرب اللي معاه وهربوا منين. وايه اللي فكروا بيها بعد السنين دي كلها؟ دي حتى لما سابت البلد كان هو عيل صغير مش فاكر حتى شكلها. لا وهيفضل بقى ينخرب لنا في القديم واحنا مصدقنا خلصنا. أو ما صار الفكر. خدي دي خليها معاكي. بكره تجيبي الواد ابن فاطمه وتقابليني في المكان اللي هقول لك عليه. هنقابل الراجل اللي هيشتري العيل. عايزاكي تتفقي معاه على الميعاد اللي انتوا هتروحوا فيه مكتب الصحه وتعملوا للواد شهاده ميلاد بالاسم طبعا الراجل هيختاره. وقبل ما انسى عايزه اختم دفتر جديد لحسن ده قرب يخلص. يا خسارتك، ده انت مش سايبه حاجه يا اختي. كان المفروض تطلعي انت دكتوره، ده انت حتى خطك احسن من خطهم. الحمد لله دكتور شريف بيثق فيكي. والا لا الا ولا ما قلتش. يلا يا اختي انزلي شقتك عشان نايمين عندك دول، وبعدين خلاص الفجر ادى. خش يا نيف، خش يا بلدك. انا مستحيل هقدر اغشك. انا بس انا مش بتعش مش مؤاخذة يا ست أليفة، الأستاذة أستشير بحجرين النهاردة ومنونة معاه زيادة في الفرح. أنا مستحيل. تصبحوا على خير بقى، أشوفك بكرة يا أليفة. واي توحشينا مرة. أنا مستحيل. إيه اللي مصحيكوا لحد دلوقتي؟ كان عندنا حالة ولادة ولسه مخلصين من شوية. أنا وانا مش بتاعت الكلام ده. حلو. انا كنت زرار. حلو. المرة دي جراني انا ليه من انا. عايزة حاجة مني يا ست أليفة قبل ما امشي؟ شكرا يا حسن، ده لولا وجودك معانا في البيت كان زمان الاستاذ مشرف في كل اسم شوية. تكلمي فيها يا ست أليفة، انتوا جمايلكوا دي كلها على راسي من فوق، ولولا الاوضه اللي انتوا مسكنيني فيها فوق دي كان زماني. السلام عليكم. مع السلامه. موضوع الخلفه ده بايد ربنا وحده، وبعدين 9 سنين جواز مش كتير. انا اعرف واحده متجوزه بقالها 23 سنه ولسه ربنا ما اذنش بالخلفه. بس الحاله عندنا ميؤوس منها. احنا سافرنا اوروبا وعملنا كل اللي ممكن تتخيليه وبرضه ما نفعش، ومتعلقين بالامل كل ما حد يقول لنا في مكان او دكتور نجري عليه، ودينا جينا للدكتور شريف. دكتور شريف استاذ كبير في علاج العقم، ربنا يجعل الفرج على ايديه. اتفضلوا معايا للنرسة أليفة وهي هتدخلكم للدكتور شريف. لا يا حبيبتي خلاص، ما تخافيش يا أليفة. حاضر. ما تخافيش يو. طيب انا هحطه في الشاحن احتياطي. يلا يا قلبي مع السلامه. ايه يا فاطمه بقيتي كويسه؟ قادره تمشي يعني؟ لو تعبانه خليكي النهارده. لا 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 انا بقيت كويسه الحمد لله، وبعدين انا لازم انزل الشغل بكره. انا عملت اجازه وكذبت عليهم في المحل وقلت لهم اني مسافره البلد اشوف امي. عموما يا فاطمه زي ما اتفقنا انسي خالص انك خلفتي، الواد هيعيش عيشه زي الفل نغنغه احسن ما كان هيعيش معاكي انت وابوه يا اختي. بس ما تجيش بعد كده تقولي لي عايزه اشوف ابني، مش هنعرف طريقه خالص. حقك عليا يا ابني، سامحني. لو سامحني يبقى اكيد هتفهمني. كلامك بعقلك يا اختي، بحته اللحمه الحمراء دي هتفهم انت بتقولي ايه. يمكن ما يوضع سره في اضعف خلقه. هاتي يا اختي، هاتي بسم الله، هاتي بسم الله. بسم الله. يا فاطمه لو ما كانتش الظروف ظروف يعني كنت هتسميه ايه؟ كنت هسميه الحسين علشان ربنا يحفظه. خلاص يا فاطمه خلاص افضحينا، هتخلي ما يعرفش يعرف. السلام عليكم. اهلا يا سي سعيد، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخويا. هو في ايه اللي مزعل؟ مفيش يا اخويا، اصل العيل مش عايز يرضع منها بس. يلا يا فاطمه روحي انت جيبي له اكل وما تتاخريش. ها
يلا يا فاطمة، يلا يا حبيبتي، يلا ما تنسيش الكراوية واليانسون والتاليو. يلا يا فاطمة التاليو، يلا يا حبيبتي، يلا مع السلامة. أهلا يا سي سعيد، استريح يا أخويا، دخل بس العيل جوه واجيلك. ايش اتفضلي. يلا. ايه حكاية التاليو ده؟ تنسيش التاليو، يعني التاليو ده أهم حاجة أنا في مش فاهم. ماشي. خير يا سي سعيد؟ خير إن شاء الله. بقول لك يا مروة، انت طبعا صاحبة أليفة، يعني الروح بالروح، شغالين مع بعض في الولادة والحاجات دي، طبعا انت فاهمها كويس. يعني ما تعرفيش ايه اللي معكر مزاجها قوي اليومين دول؟ هو في موضوع غيره؟ الخلفة طبعا دي ينقل عليها عين وتحبل. حول قوت الله بالله، والله الواحد بيعمل اللي عليه. موضوع الخلفة ده عامل لي. قولي لي مروة، انت يعني قبل ما تتطلقي كان موضوع الخلفة ده برضو عامل لك شنيور في نفوخك زيها كده؟ لا يا سي سعيد، انا ظروفي غير ظروف أليفة خالص. انا الدكاترة لقوا عندي عيب في الرحم فشلوه، وجوزي كان نفسه في حتة عيل طلقني واتجوز من كام سنة، ولحد النهاردة ما خلفش. ربنا ما بيتعاندش يا سي سعيد. بس والله انت خسارة. نعم يا اخويا. ما سمعتش. ما سمعتيش ايه؟ وانا قلت حاجة؟ ما طب سلام عليكم بقى. سلام عليكم. انا استاذن، انا بقى لما تشوفيها بتكلمي معاها في الموضوع ده. يا رب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما عارفه يا أليفة اتجوزتيها على ايه. ايوه أليفة. ايوه حبيبتي. لا هقابلكم قدام مكتب الصحه. شهادات ميلاد معايا يا أليفة، ما تخافيش. الحقيقة أنا كنت بطالب في المجلس بإن يتحركوا بسرعة شديدة جدا للحد من ظاهرة بيع أطفال الشوارع، لأنها دلوقتي ابتدت تنتشر في المدن الكبيرة. أخشى ما أخشى إنها كمان تصل للريف، تبقى مصيبة. لا أنا كنت كمان بطالب بسن تشريع وتغليظ عقوبة على اللي هم وراء حكاية ان هم يخطفوا الاطفال ويبيعوه. انا كمان بطالب السادة المسؤولين بسرعة التحرك. ما ينفعش نستنى لغاية ما الطاهرة تستفحل وبعدين نتحرك. الف الف مبروك يا باشا. الله يبارك فيك يا ست مروة، متشكرين جدا، الف شكر. يضرب في عزكم يا رب. ربنا يخليك، ربنا يخليك. امسكي بقى. لا ثانية واحدة، هصور شهادة الميلاد وارجع لكم على طول. والزمها الصوره، ما احنا معانا ثلاث نسخ. لا الصوره دي هتبقى معايا انا يا باشا، ما حدش ضامن الظروف ولا ضامن عمره. طب بقول لك امسك امسك. هوا راجع لكم. مبروك. متشكرين. وريني شكله كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بس هنقول ايه للعيله وللجيران واصحابنا؟ شوفي احنا هنسافر اوروبا شويه كده ونرجع ومعانا الولد، نقول ان ربنا كرمك والحمل حصل وولدت بره. تمام يا فندم. اهلا اهلا يا عيله، اتفضلي. خير؟ سعادتك شفت طلب الاحاطه اللي اتقدم النهارده في مجلس الشعب عن بيع الاطفال؟ شفته من شويه. ما انت عارفه ان احنا شغالين على نفس الموضوع والحمد لله بنحقق فيه نتائج. انا فكرت العيال اللي بتتباع دي بتيجي منين؟ اما عيال مخطوفه من اهاليهم، أو ولاد حرام وبيتم التخلص منهم، أو عيال تايهة. ده كلام مظبوط يا عايدة، بس ده كلام بلا دلائل ولا قرائن. يعني أنت عاوز توصل لي بالظبط؟ أنا وقفت عند ولاد الحرام وقلت أمهاتهم بتولدهم فين؟ أكيد مش في مستشفيات معروفة. يبقى حل من الاتنين، إما في عيادات خاصة وإحنا منعرفش نشاطها الأساسي إيه، أو عند واحدة داية. عشان كده يا فندم أنا كنت عايزة أركز على موضوع الداية، يمكن توصلنا الخيط في القضية. داية؟ ده واضح ان تكريم معالي الوزير ليك يعني اداكي جرعه نشاط عاليه. متشكرة قوي يا فندم. ايه راي سعادتك؟ اعملي لي بحث ودراسه وافيه، ولو احتجت اي حاجه انا تحت امرك. متشكرة قوي قوي يا فندم. قريب قوي ان شاء الله البحث هيكون على مكتب سعادتك.
بتتحديني يا أليفة؟ عايزة تتجوزي المطرب الصايع بتاعك غصب عني؟ اخرج امشي على كيفك، بس هتخرجي بهدمتك اللي عليك دي، فاهمة؟ أرض مالكيش عندي، وهتبرى منك قدام البلد كلها، وعقلك في راسك اعرفي خلاص. طب خرجت عن طوع أخوك الكبير مالكيش أي حاجة. الفدانين ونص بتوعك بقوا في حيازتي، ضمتهم لأرضي، بقوا مشاع، وأعلى ما في خيلك اركبيه. دي مش خلاص اشتريت المطرب الصايع بتاعك؟ يبقى مالكيش عندي أي حاجة. ومطرح ما تحط راسك تحط رجليك. ليه فكرتني بيك النهاردة يا شاكر؟ يعني لازم تزيح الرماد وتقوم النار اللي ما صدقت انها خمتت من ناحيتك. ياه أليف. مساء الخير يا أليف. خططين تعالي تعالي. كنتي فين؟ خبطت عليكي وانا طالعة. كنتي فين من ساعة ما روحتي مكتب الصحة؟ عديت على شقتي اللي في الزيتون، كان بقالي كتير ما روحتش، قلت اسيب لجارتي فلوس المية والنور. طب قولي عملتي ايه في الصحة النهاردة؟ هو سعيد هنا ولا برا؟ نايم جوه. ايه في ايه قلقتيني؟ عبد الحميد بتاع مكتب الصحة النهارده بيقول لي ليه كل شهادة ميلاد بتيجي انتي مع ابو المولود؟ ليه الراجل ما يجيش لوحده؟ يا لهوي، وقلتي له ايه؟ اخدته في خمسة بلدي. ترخص عليك يا عم عبده، يرضيك تبقى قطع ارزاق، ده انا باجي عشان اخد حلاوتي، وانت عارف العيشة وظروفها. راح قال لي بس انتي ما بتشتغليش في المستشفى دكتور شريف، ايه بقى علاقتك بالموضوع ده؟ يخرب بيته. طب وبعدين؟ ها كملي. قلت له انت عارف الست أليفة الممرضة؟ ست طيبة وحنينة وبتحبني وبتساعدني، وهو كل ما يكون في حالة ولادة في المستشفى بتبعتني مع ابو المولود عشان اخد حلاوتي. بس لو عايز حلاوة غير اللي بتاخدها من ابو المولود انا ما عنديش مانع. يا بنتي ما تختصري، عملتوا ايه في الاخر؟ ما فيش. قال لي هو انا هبص لك في لقمة عيشك، روحي ربنا يرزقك. المهم الكلام ده كله اتقال قدام الراجل اللي هشتري العيل؟ لا ما سمعش حاجة، ده كان واقف بعيد. طب الحمد لله وقعتي قلبي. طب بس كتمي على الموضوع لحد كمان ما نشوف حكاية عبد الحميد ده ايه. ده مين عبد الحميد ده؟ ده واحد بيشتغل في المستشفى ضايق مروة حبتين. ضايق مروة؟ تقولي لي هو فين وانا طاين عيشته؟ وحشانة مروة. ده اللي ضايق مروة حط صوابعي في عينيه. وتشكرين يا سبعي، ده راجل عجوز ما يستحملش منك نفخة. انما انت رايح على فين؟ عندي فرح الليله دي، بس فرح كبير قوي بتاع معلمين كبار. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا بنكش؟ تعال ده معلمك لسه صار. انا قلت راحت عليك نومه يا نجم. لا تروح عليا نومه ازاي؟ طب يلا لو قدامنا ساعه باذن الله على الفرح. ودي واحد ينسون كده برضو يزغلل الحنجره. ماشي هو ده. اقعد انت بقى اشرب كوبايه الشاي، انا باخد الشاور بتاعي. ماشي. بقول لك انا تعبت، هخش انام. صباح على خير. انت من اهلي. بقول لك ايه سعيد وهو نازل هعدي عليكي، هاخد معاكي فنجان قهوه عشان تشوفي لي الفنجان. هستناكي. يلا. قول يا نجم. قول. جلست والخوف بعينيها الله تتامل فنجان المقلوب. الله. قالت يا ولدي لا تزعل. الله على تزعل دي يا نجم. قالت الله. يا حنجرتك يا نجم يا حنجرتك. الله. بس انا بقولها صح. بس حتى انت كمان بقيت بتقلوز العمه. اكل المام يا ست الكل، اكل المام. مام هعمل لك شاي. والمكتوب يا لن يا نجم. الله. وناوي تعمل ايه عادل؟ بمشيئه الرب ممكن هنعمل اكليل في الكنيسه. بعد كده انا حجزت في مركب خمس نجوم على النيل عشان نعمل فرح. زي ما سيادتك عارف طبعا كل تجار الالماس والذهب وبتوع الصبغه في مصر عايزين يجاملوني. عارف يا ابني عارف. ونقيتوا العفش خلاص اخترتوه؟ مساء الخير. مساء النور. ازيك يا بابا؟ اهلا يا حبيبتي. ازيك يا عادل؟ عفش ايه يا بابا؟ عفش كنتوا يا حبيبتي. عادل جاي النهارده عشان يحدد ميعاد جوازكم. كويس انك جيتي دلوقتي. اقعدوا تفهموا مع بعض، واللي تتفقوا عليه انا موافق عليه. انا بس عندي ميعاد شغل، هغير هدومي وبعدين نتفاهم. بقول لك يا عادل، بعد امها ما ماتت انا بقيت ابوها وامها واخوها. يعني اوعى تزعلها، حطها في عينيك، وربنا يا بنتي يسعدكم. ربنا يسعدكم على اذنكم. طمن.
ما قلتليش يعني انك جاي تقابل بابا النهارده؟ احنا من اولها هنبتدي ناخد قرارات لوحدنا ولا ايه يا سي عادل؟ وبعدين انا راجعه من الشغل دماغي فيها قد كده، مش ناقصه هزارك ده. قولي بقى ناوي تعمل ايه؟ كده تكسفيني؟ ماشي يا ست الظابط. مبدئيا تليفونك كان مفقود طول النهار. ثانيا ما عنديش رقم تليفونك في المديريه. ثالثا ما كلمتنيش من امبارح يا ست الظابط. عايزاني اعمل ايه بقى؟ معلش حقك عليا، تليفوني قطع شحنه وما خدتش بالي غير دلوقتي. المهم دلوقتي نحدد ميعاد عشان ننزل نختار العفش. ثم انت تعرفي الفيلا كويس، يعني تقدري تحددي الاحتياجات اللي انت محتاجاها هناك. اهم حاجه في الموضوع كله تحددي لي يوم عشان نحدد ميعاد الدخله. ايه رايك؟ هو الفرح قريب ولا بعيد يا بنكش؟ بنكش ده اسم حلو قوي وطالع من بقك زي العسل يا ست الكل. نعم يا اخويا، انت بتلون ولا بتلاغي؟ مدفوع لنفسك يالا. ما اقصدش والله وبهزر معاكي، معلش حقك عليا. الفرح اخر الشارع وخلاص. طب كويس، على الاقل الفنان بتاعك ما يتعبش قلبك في الشيل زي كل مره. واخد على كده يا ست الكل. الله يا نجم، شربت الشاي يا بنكش؟ بنكش الاسم الوحش ده. شربت؟ عايز حاجه يا ليفه؟ لا شكرا. طب يلا بينا. يلا يا نجم. جلست. عايز حاجه يا ست الكل؟ شكرا يا بنكش. يلا يا بنكش. يلا يا نجم جلست. وادي اسمك الحقيقي، وادي اسم ابوك وامك الحقيقيين، تعال هنا بقى مع اخواتك. ياه دول كتير قوي، يا ترى كل دول راحوا فين وبيعملوا ايه دلوقتي؟ قالت يا ولدي لا تزعل. الله النبي نجم ليا طلب لو سمحت يا بنكش. نبدا الفرح بلا تزعل دي. عجباني عجباني. ماشي يا بنكش. عناية يا رب. بقولك يا بنكش يا نجم، تروح توقف لنا تاكسي بس عشان نسيت حاجه كده اعملها. طيب ما تاخرش. لا لا متاخرين يا نجم. ها قالت يا ولدي لا تزعل. قالت يا سعيد. امال اليفه فين؟ اليفه؟ اليفه زمانها نازله دلوقتي. انا بس كنت جاي عشان اقول لك ان انا عاوزك يعني خدمه صغيره كده يا مروه. عايزك تعرفي لي ايه يعني اللي بيدور في دماغ اليفه. انا قلقان من ناحيتها. ساعتها هيبقى لك عندي مفاجاه حلوه قوي. مفاجاه؟ انا ما اتجسسش على صاحبتي وليت نعمتي. بس 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 خلاص، انت شكلك دماغك طاقه زيها. انا مش قصدي تجسس ولا حاجه. خلاص انت تفضحينا. انا بس اليفة صعبانة عليا علشان خايف تعمل في نفسها حاجة بسبب الخلفة. الله يخرب بيت الخلفة وسنين الخلفة. بس تكون الحكاية فاهماني يعني؟ اه طبعا فاهماك. انا ما بعش صاحبتي بملايين الجنيهات. عبيطة يا عبيطة، في حاجات اهم بكتير من ملايين الجنيهات. الواحد ممكن يبيع اهله علشانها. بس انت بس لو تفهميني. على فكرة انت وحشاني يا مروة، وحشاني قوي. طيب أنا ماشي بقى، أنا إذنك. وحشاني والله يا مروة. يلا سلام. الراجل ده عايز إيه؟ وأنا مالي هوجع دماغي، بكرة تبان لبيته. أيوه يا أليفة، نسيتي المفاتيح ولا إيه؟ لو سمحتي الست أليفة ساكنة هنا؟ يا حبيبتي دي ساكنة فوق وزمانها نازلة، دي برضو شقتها. اتفضلي اشربي قهوة ولا حاجة. اتفضلي. لما دخت عبال ما عرفت أوصل هنا. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. معلش هي المنطقة عاملة زي بيت جحا بس
لو سالتي على اليفه الممرضه او الدايه 100,000 حد يدلك. شكلك قربتي. قولي يا رب. نيلوا على عينكم وبعد كده تفتكروا ربنا وتقولوا يا رب. نورتي يا حبيبتي. اهلا وسهلا. خلاص يا عمي هننزل نشتري العفش وعايده حددت الميعاد اللي يناسبها. نشكر ربنا والف مبروك يا حبيبتي. الف مبروك. الله يبارك فيك يا بابا. وربنا يتمم لكم بخير. الله يبارك فيك يا عمي. يبقى مش ناقص بقى غير انك تكلم باباك ومامتك عشان ينزلوا مصر قبلها. عندك حق يا عمي. ده انا حتى اخر مره كلمتهم كانوا في كيب تاون ورايحين جوهانسبرغ. بعد اذنك هكلمهم. اتفضل. الو. ايوه بابا. ازيك؟ ازيك وازاي ماما؟ عاملين ايه؟ انتوا فين دلوقتي؟ في باريس؟ ماشي يا عم ماشي. على فكره انا وانكل نبيه حددنا ميعاد الفرح. فرح مين؟ فرح انا وعايده يا بابا. الاستاذ سعيد حنجره. يا ليل العصر الذهبي للاغنيه الشعبيه. يا عيني الله على الحنجره. سعيد حنجره. يا ليل جمال كله في وشك. يا سلام. انا مستحيل ابدا اغش. عمرك ما غشيت. انا اصلي جد ومجد جد. انا مش بتاع هشك بشك. هشك بشك هشك بشك هشك بشك هشك بشك. يا ليل يا ليل. خمسة شوكة في عين اللي ما صلى. صلي على النبي. في الرأس ولا في هز الوش. يا عروسة وريهم يلا. يا سعيد يا سعيد أرجوك يا سعيد صوتك مغشلة يا أخي. ركب له جلدة حنفية. سعيد بلاش جلد الحنفية يا سعيد. اشرب حاجة سخنة. إلا قولي لي يا كريمة. أنت تعرفي مدام لولو كوافيرة منين؟ كلمي وما تخافيش. قصدك هتتكلمي هتتكلمي. أنا بشتغل تبعها. ومين بقى أبو الواد اللي في بطنك ده؟ معرفش. ما أقدرش أحدده. صعب. وأصلهم كتير. خلاص يا حبيبتي. فهمت. بس أنت بقى منين وساكنة فين؟ أنا من بلد أرياف. بعد ما أخدت الإعدادية أهلي كانوا عاوزيني يبقوزوني واحد أكبر مني في السن جاي من الخليج ومعاه فلوس كتير. وأنا كنت بحب واحد في البلد. قبل فرح بيومين لميت هدومي وقلت له يلا نهرب. فخاف فهربت وجيت لوحدي على مصر. بعد ما لفيت في الشوارع قريتنا عندها لحد. خلاص يا أختي ما تكمليش. أنا ممكن أكمل لك بقية الحدوتة. شفتها مليون مرة في السيما والتلفزيون. استغفر العظيم يا رب. وانت فاضلك قد ايه بقى وتولدتي؟ مش عارفة. انا رحت المستوصف في الهرم. دكتورة قالت لي اني في اول التاسع. طب قومي قومي عشان اكشف عليكي. يلا يلا. انت دكتورة ولا ممرضة؟ يا اختي دي 7 صنايع بس البخت ضايع. حضري لي جوانتي نضيف يا مرة. كله جاهز وموجود. هنعمل ايه دلوقت؟ الحكيم ولا مو
بدراعيني شايل حبايبي بدراعيني صبرت يا ما سنين وسنين يمكن يا دنيا تراعيني يا دنيا ندابة وداية نبكي في ودع ولا بداية تعبنا من كتر الأحزان وكل حزن وله حكاية قلوبها لبعضيها وما فيش مكان بينها الكذاب.